والله احنا بنحاول نتخيل، والخيال هنا انا اقصد بيه خيال الاب او الام، وبعدين هننتقل لخيال الابناء. الخيال الاول الا وهو الاب والام. الخيال الاب والام بنقول بتخيل ان احنا في حياة، والحياة دي فيها زهور وفيها ضياء وفيها ممكن نقول يعني الجزء الثالث اللي هو السعادة. طب الزهور بتمثل ايه بالنسبة لنا؟ بقول لكل اب ولكل ام، يعني خلينا نتخيل ان الحياة زهورنا فيها هي ابنائنا، واما السعادة فهي هم ضياؤها، واما نور الحياة قلب الحياة هم نورها. فبنقول هنا تاني، اعيد تاني، ان ثلاث اشياء الخيال بيساعدنا عليها كآباء وأمهات. أول حاجة نتخيل أبنائنا إن هم في حالة السعادة، فهم ضياء السعادة وهم نور القلب وهم زهور الحياة. ننتقل لخيال الأبناء. خيال الأبناء عامل مهم جدا للابتكار، عامل مهم جدا للإبداع، لن يتأتى ذلك دون تحفيز. فالتحفيز يوصلنا لخيال واسع، والاطفال كلنا نعلم، اعتقد كلنا نعلم ان خيالهم واسع جدا جدا جدا، وممكن يتخيلوا اشياء كتيره جدا، لدرجه ممكن احيانا منهم اطفال يكتبوا قصص احنا ما نتخيلش ان هم يكتبوها من واقع الخيال. لما بنشجع ده عندهم ونديلهم الحافز والدافع بتشجيع معنوي ومادي وبكل المقاييس، بيدفعهم ان هم يروحوا لخيال اوسع، بيقدروا يطلعوا لنا ابداع جديد بفكر جديد وشكل بيكون حافز نفسي عالي جدا جدا، بيديله الإيحاء وبيديله الإحساس بأن هو شخص مهم، وأنه شخص يقدر يبدع ويطلع شيء للوجود جديد، ألا وهو الابتكار. لأن ما بين مرحلة الانتقال من الإبداع للابتكار هي مرحلة أن أنا أبدع الشيء عبر تحفيز الأطفال عبر خيالهم كي نطلق لهم العنان.